أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء مفتر به، كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. من خير تجدوه
واستغفر الله واستغفر الله واستغفر